بما اننا بقى بنتكلم في الاثار، تعالوا نروح لاسوان، وهي طبعا محافظه من المحافظات الجاذبه للسياحه. في وسط السياحه والاثار والحاجات الجميله دي قوي، نلاقي ان نادي الهلال في محافظه اسوان اللي اتبنته الدوله وصرفت عليه 1.5 مليون يتحول لمأساة. الملعب مية مغرقاه، مباني مش مكتملة، رمل بالأطنان في الملعب. ليه بيحصل كده؟ تعالوا نشوف التقرير وارجع لحضراتكم تاني. نادي الهلال مش من اقدم الانديه بتاعت اسوان، نادي الهلال اقدم نادي في اسوان. فدخل تطوير مع عهد سياده الوزير العمري فاروق وسياده الوزير حضر هنا وشد المسؤولين شده جامده، عشان اللي شاف المنظر ده راح تم النادي دخوله في التطوير من سنه 2013 والى يومنا هذا مش مستلمش. ما نعرفش امتى تسليم النادي او مرحله التطوير تنتهي امتى. المصيبه الاكبر كان ما فيش سور، وتم فرش الملعب النجيله الخضراء فرشها قبل ما تعمل سور. لا مؤاخذه بيجي رعاء غنم يجوا هنا يعملوا، زي ما انت شايف سيادتك بيجي صحراء جرداء لما يتكلم يقول لك مصروف عليه 1.5 مليون. يعني اللي انا شايفه ده ما فيش حاجه صرفت عليه. المشكله صراحه شركه منفذه مع مدير شباب الرياضه، نتعامل مع مين احنا مش عارفين. نروح للمدير شباب الرياضة استاذ هاني وكيل وزاره ولا لا مشكلتكم مع الشركه المنفذه؟ نروح للشركه لا انتوا استاذ هاني يستلم ملعب الخماسي استلام ابتدائي. طيب استلمنا الملعب، هتصلحوا لنا الملعب ده؟ طيب امتى؟ الله اعلم. الكلام ده على فكره سعادتك من 2013، خمس سنين مش قاعدين يعملوا ملعب كوره من ايام عمرو فاروق وزير شباب الرياضه. شوف احنا في سنه كام؟ 2018، ثلاث وزراء اربع وزراء عدوا على البتاع. حرام يعني الصراحه، حرام حرام اللي بيحصل فينا. النهارده انا جاي ببص على النادي زي ما حضرتك شايف، يعني حاجه تحزن. ما فيش حاجه، يعني ما فيش حاجه تشجعك انك انت ممكن تجيب لعيبه، انك انت ممكن تعمل حصه تدريبيه هنا. ما فيش. طب ليه؟ احنا ليه نستنى لحد ما الامر يوصل بهذا الشكل؟ طب يعني وانا ليا كلمه صغيره، يعني اذا كان على لعيبه اللعيبه موجوده، اذا كان على الكوره موجوده، ولكن الاجيال اللي هي ممكن تروح بره يقعد على قهوه يتوجه لطرق تانيه وبعد كده نيجي نقول والله يا ريت اللي جرى مكان. طبعا ما فيش امن ولا في حراسه، تمام؟ احنا عايزين الحراسه وعايزين الامن والامان، لان النهارده ولدي في المدرسه اما يطلع بتاع يلعب كوره انا هفرح له، تمام؟ وهفرح لكل شاب صغير طالع احسن ما يروح يشرب سجاير ويروح يشرب مخدرات وينحرف. الرياضه تبغى تمشي في بدن، واللياقه تمشي في بدن بتاعت الرياضه. انت شايف الارض عامله ازاي؟ دي مش ارض اصلا كوره، وملعب يعني فين ملعب كور واي حاجه؟ يعني مش شايفين برضو حاجه جديده كده بتتعمل نادي؟ يعني شايف انا عيال صغيره بتيجي بتخش بتكسر بيبان، بيخش وبيبوظوا خزانات، بيخش بيعمل اي حاجه. مش شايفين حاجه جديده تتعمل؟ كوره، مدربين، اي حاجه. ملعب عادي هنا في النادي وكده، بس يعني الارضيه مش مناسبه للعب. يعني هنا رحت وقعت على دراعي وقعه بسيطه رحت اتكسرت. المشكله ان هي بقت وقعه واكل مخدرات، يعني ما بقاش نادي كلعب ورياضه وكده. ما بقاش اي حاجه بالغير ان هي وقعه مخدرات. هو ده نادي الهلال في أسوان. احنا معانا مداخلة، معانا المهندس هشام عادل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال بأسوان. أهلا وسهلا يا فندم.
اهلا وسهلا. اهلا بك امنيه، واهلا بالبرنامج العظيم امنيه مصريه على قناه دريم اللي هي بتهتم دايما بمشاكل انديه الاقاليم وانديه المظالم. اهلا بك يا فندم، اهلا بحضرتك. الحقيقه لما شفت التقرير بتاع النادي انا اتصدمت. هو ازاي الحاله وصلت لهذا المستوى المنحدر يا فندم؟ في البدايه دكتور امنيه، نادي الهلال باسوان هو اقدم نادي في محافظه اسوان. نادي انشئ عام 43 بعد استقرار الاوضاع في النوبه القديمه والهجرات الثلاث اللي تمت بعد بناء خزان اسوان وتعلياته الاولى والثانيه. أيوة. تم تسميته نادي الهلال بالنسبه لنادي هلال السودان. تمام. النادي كانت ساعتها الكره في اسوان كانت اربع انديه. نادي الهلال من ضمن الاربع انديه دي اللي هي استمرت حتى الان. احب اقول لحضرتك ان الملعب اللي انت حضرتك شفتيه ده انشئ سنه 79. ايوه. من سنه 79 حتى قدوم الوزير السابق عمرو فاروق ما فيش اي حاجه اتعملت في الملعب. لما فات الوزير عمرو فاروق زارنا في يناير 2012 سيادته امر بانشاء ملعب وسور وشبكه طي وصرف واضاءه. للاسف الانشاءات تمت بشكل عشوائي، بمعنى اللي انا اعرفه ان انا عشان اعمل ملعب. اسمح لي حضرتك، شكل عشوائي ايه في نادي له مخطط وله بلان؟ مفروض عشوائي ازاي يعني؟ هو مين اللي بنى؟ هو اللي بنى السكان عشان يبقى عشوائي، ولا اللي بنى المسؤولين عن البناء؟ للاسف الوزاره هي اللي بنت. للاسف الوزاره عن طريق الانشاء الجهه الاداريه لشباب الرياضه هي اللي بنت. يعني حضرتك بتقول ان وزاره الشباب والرياضه بنت النادي بشكل عشوائي بما يخالف طبعاً المخطط الاساسي له؟ طبعا طبعا يا فندم. انا عشان يعملوا لي نجيله في عدم وجود سور، واحنا نبهناهم نجيله في ارض فاضيه زي كده هتعرضها ان هي للتلف. ده بيعتبر اهدار ملعب. كانت الحجه انتوا هتستلموا ملعب، اعملوا لنا طب السور الاول بعد كده اعملوا. ده التسلسل الطبيعي، ده التسلسل. انا مهندس شركه الميه واعرف الكلام. يعني هم عاملين الملعب من غير سور؟ طبعا في البدايه عشان كده الكلاب موجوده. طبعا عملوا لنا نجيله بدون سور، ملعب الكلاب النقطه دي. نبهناهم للنقطه دي، ازاي هتعمل نجيله بدون سور؟ يقول لك لا احنا هنعمل كل شيء في وقته، وانتم ما عليكمش غير انكم كنتوا تستلموا. طيب كلام مشيت الايام مرت وعملوا النجيله والنجيله باظت، وبعد كده عملوا لنا سور ترميم وليس انشاء جديد ايا كان. بس ما يجراش حاجه في الوقت اللي... نعم ما يجراش حاجه، مهم في سور. ماشي عملوا لنا سور في الوقت اللي ضاعت فيه النجيله، لانه عملوا النجيله الاول بدأوا يعني حطوا البتاع قبل، يعني مثل اللي هم دايما بيتقال يعني كده. فانا بهيب دكتور اشرف صبحي، لان الفتره بتاعت معلش يعني بعد عمرو فاروق جه الوزير طاهر ابو زيد، وكانت له معركه وحيده بس مع مجلس نادي الهلال نادي الاهلي. بعد كده جه دكتور مهندس خالد عبد العزيز، وكانت له رؤيه ان هو اهتم بمراكز شباب فقط، ما حطش اي حاجه، ما استكملش اي شيء في الانديه اللي كانت من ايام العمرو فاروق مع حفظ الالقاب. طبعا الدكتور اشرف صبحي دلوقتي حاليا كان في المكتب الفني لسياده الوزير عمرو فاروق. فانا بناشده، يا ريت حضرتك بص نظره لانديه الاقاليم اللي هي بتعاني من احنا عندنا فندم، احنا اكاديميه كوره وفي مدرسه كوره وفي فرق ناشئين وفي فريق اول بيلعب في القسم الثالث. فاحنا كل المنظومه دي بنأجر ملاعب وبنلعب مباريات خارج الملعب. اشكرك يا باشمهندس. اشكرك يا باشمهندس. اشكرك. الصوره واضحه اهي. طيب معانا دكتور هاني رشدي وكيل وزاره الشباب والرياضه باسوان. الو، في مشكله في تليفون، نتكلم تاني. انا مش عارفه هو بيحصل كده ليه، وبنرجع نشتكي ان الشباب بايظ. ما هو بيبوظ ليه؟ بيبوظ من الفراغ، بيبوظ انه بيعملش حاجة، بيبوظ بالوقت، بيبوظ من الطاقة اللي موجودة في اجسامهم، ومفيش رياضة يقدروا يستخدموا فيها هذه الطاقة. واحنا الدولة مش مقصرة، لان في كل حتة في نادي وفي كل حتة في مركز شباب. بس مش هينفع ان كل حد يبقى عليه رقيب يعمل له شغله. مش هينفع كل مكان محدش يعمل فيه الشغل الا اذا كان حد بيبص عليه. فمهما الدولة صرفت ومهما اتعمل، طول ما في اهمال
من الجهات المختصة الصف الثاني والثالث مش هيبان حجم العمل اللي بتقوم بيه بلدنا.